السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار الاثنين والذي يأتيكم عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن، غنتها وهي لا تعلم أن لا صلاة في مدينة الصلاة، ولم تعد المدينة زهرة للمدائن بل أصبحت معتقلا كبيرا لأهلها. وقال آخر: من باع فلسطين وأثرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبة الحكام؟ أهلا أهلا القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنة الليل إلى حجرتها؟ سمع العرب بأخبار المدينة فهبوا لنصرتها، فنظموا القصائد الشعرية والعروض المسرحية، ولا زالت الانتهاكات الإسرائيلية تتزايد بحق المسجد الأقصى دون قدرة عملية لصاحبة الوصاية القانونية متمثلة بالحكومة الأردنية على وقف تلك الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك. وهو صاحب الوصاية القانونية متمثلة بالحكومة الأردنية على وقف تلك الانتهاكات التي بلغت أوجها باقتحام جيش العدو الصهيوني للمسجد القبلي لأول مرة منذ 45 عاما. المسجد الأقصى والمقدسات في فلسطين بين الانتهاكات الصهيونية والوصاية الأردنية هو موضوع حلقة هذه الليلة من برنامج حوار الاثنين، أناقشه مع ضيفي في الاستوديو: المهندس عبد الله العبادي مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية. مساء الخير باشمهندس. مساء الخير، أهلا وسهلا. والأستاذ عدنان برية الخبير في الصراعات الدولية والشؤون الاستراتيجية. أستاذ عدنان مساء الخير. مساء الورد، أهلا بك. مباشرة مشاهدينا نبدأ حوارنا لهذه الليلة. أستاذ عدنان، بس ياريت نعرف بالأستاذ عبد الله، نعرف بالسادة المشاهدين بمديرية متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بعجالة سريعة حتى نبلش منها أسئلتنا. نعم أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استضافتكم هذه الليلة وهذا المساء. الحقيقة هناك وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، إحدى وزارات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وبها مديرية تعنى بشؤون القدس اسمها مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. هذه المديرية تقوم بالاتصال اليومي وبشكل والمستمر وبشكل مباشر مع الإدارة العامة في أوقاف القدس. إذن هناك إدارة عامة، إدارة مركزية نسميها بالهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لهذه الوزارة، ومتابعة شؤون هذه الإدارة في مديرية خاصة في وزارة الأوقاف هي مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. هذا تعريف على السريع يعني لهذا الموضوع. هذه الإدارة في القدس تتبع للوزارة، إدارة عامة لها مدير عام بمستوى أمين عام وزارة. هناك حوالي ما يزيد على 600 موظف موجودين تابعين لهذه الوزارة في القدس، منهم أكثر من 190 حارس موجودين حراسا للمسجد الأقصى المبارك، يضاف إلى ذلك كوادر لجنة الإعمار، لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة. هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بقانون أردني رقم 32 لعام 1954، هذه اللجنة بها أكثر من 45 مهندس وفني يقومون بالعمل في المسجد الأقصى المبارك هناك، إضافة للإدارة العامة التي تقوم بالعناية بالمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية في القدس بشكل عام. وهناك أكثر من 101 مسجد مسؤول عنهم الإدارة العامة في القدس. هناك الجزء الشرقي من القدس المحتلة، هذه الإدارة مسؤولة عن الأملاك الوقفية بالقدس، مسؤولة عن إدارة هذه الأملاك التي تكون تقريبا أو تزيد على 55% من الأملاك والعقارات اللي موجودة في مدينة القدس الشرقية. هناك دور كبير تلعبه الإدارة العامة في القدس هناك على مجال التربية والتعليم، على مجال الصحة، على مجال الاجتماعي من ناحية الزكاة وغيرها، والتكايا والزوايا التابعة لهذه المديرية. هناك مذكرات تفاهم يعني بين الإدارة العامة لأوقاف القدس ووزارة الأوقاف يعني من جهة، وبين هيئات عربية وإسلامية من جهة أخرى للتعاون من أجل القدس بشكل عام. فهناك دور حقيقة تلعب هذه الإدارة التابعة لهذه الوزارة في القدس الشريف. طيب أستاذ عبد الله وأستاذ عدنان، يعني السؤال لي كليكما، بس بدي الإجابة أخذها بداية من الأستاذ عدنان. يعني أسباب تزايد الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وتحديدا في الآونة الأخيرة، كيف تقرأ ليها؟ يعني من حيث المبدأ الإسرائيلي بيتعامل مع مدينة القدس إنها جزء من المدن الإسرائيلية وإنها تحت سيادته وتحت سيطرته،
هي عملية إخضاع متواصلة مبرمجة، أكيد في المرحلة الأخيرة ارتفعت وتيرتها بشكل كبير. هذا الارتفاع لأنه ما مش عم يشوف في ردات فعل على هذه الانتهاكات وعلى هذا المساس. هو بعتقد أنه الإسرائيلي بات اليوم بيعتقد أنه ما فيش حدا ممكن يوقف في وجه المشروع الصهيوني أو المشروع تهويد المدينة المقدسة. المسألة باعتقادي أنها تتجاوز بس المسجد الأقصى، مش في المسجد الأقصى بحد ذاته أو في الحرم المقدسي في مدينة القدس، لا، في مدينة القدس كلها عم يصير اجتياحات إلها، كل مدينة القدس عم يجري تهويدها. بنتكلم عن مدينة ما إلهاش أي معلم عربي الآن، يمكن المآذن بس، نعم، أو بقايا المآذن الموجودة في المدينة هي المعلم العربي أو المعلم الإسلامي في هاي المدينة. أهلها بهجروا فيها المدينة كمان، يعني حجم التضييقات اللي بتخضع للمدينة أكبر بكثير من كل الجهود المبذولة لحمايتها. فالإسرائيلي مش شايف حدا ببساطة. طيب أستاذ عبدالله، يعني هو بحكي لك بأنه على اعتبار أنه هذه مدينة يهودية وأنها العاصمة الأبدية للكيان الصهيوني بحسب ما أعلن، يعني واليمين المتطرف دائما بنسمعه بأنه العاصمة الأبدية للكيان الخاص فيهم. وزارة الأوقاف بالأردن بتشوف يعني أسباب أخرى من أجل يعني أو تؤدي إلى زيادة الاقتحامات في الآونة الأخيرة. أخي الكريم، هناك انتهاكات على الأرض موجودة، نعم، الكل يعلم أن القدس مدينة محتلة، بس من ناحية الواقع هناك صحيح احتلال موجود على الأرض، إلا أن هناك إدارة تتبع لهذه الوزارة ترعى القدس والمقدسات الإسلامية على قدر إمكانياتها ضمن عدو محتل. هذا العدو مارق، له رواية يريد أن يطبقها على الأرض. هذه الرواية الصهيونية الفاشلة التي حاول الأعداء عن طريق التاريخ وتزوير التاريخ إقناع العالم بها وفشل، الآن يحاول عن طريق الآثار وفي طريقه إلى الفشل، وهذا واضح لأن هناك علماء آثار يعني أصلا حتى هم يهود، نعم، لكن بيكون في عندهم نوع من الموضوعية، يقولون أنه لا يوجد هيكل ولم يجدوا خلال 100 أو أكثر سنة من الحفريات أي إشارة ولو كسرة فخار واحدة تدل على وجود هيكل مزعوم هناك عندهم. ثم الآن فشلوا عن طريق الآثار، الآن يحاولون عن طريق تزوير الروايات والروايات الصهيونية الكاذبة، وبالقوة أصبح أخيراً يريدون تطبيق معنى من معانيهم على هذه الأرض. أنا أريد أن أقول ومن هنا أن الأقصى هو وقف إسلامي خالص، أرض فلسطين هي وقف إسلامي خالص، الأقصى هو وقف إسلامي خالص بقرار رباني وقرآن نزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويتلى إلى يوم الدين. ما دام هناك إنسان واحد مسلم على وجه هذه الأرض فالأقصى هو وقف إسلامي خالص إن شاء الله إلا يكون هيك. أما بالناحية أسباب تزايد الانتهاكات كيف نقرأها، فحقيقة هناك أسباب كثيرة ويطول الحديث في ذلك. يعني إذا بدنا نختصر، أعطيني أبرز الأسباب. الحقيقة أن الأسباب طويلة وهي تاريخية وحتى وصلنا إلى الواقع الحالي. يعني لو إجينا مثال، أخذنا إحنا موضوع التربية والتعليم، التربية والتعليم في القدس، التربية والتعليم في المناهج العربية في الوطن العربي بشكل عام، بناء جيل واعي قادر على تحمل المسؤولية، دعم المقاومة في فلسطين بشكل أو بآخر، التربية الدينية وإذكاء روح الجهاد والتربية الجهادية، الإعلام، يعني أنا بحكي عن أسباب بس يعني هذه يعني فلاشات، نعم، الإعلام ودوره، هل الإعلام الآن دوره زي ما كان سابقا؟ يعني أنا بقول من هون إن شاء الله يعني يجب على الإعلام أن يعطي حصة يومية للأقصى، خليها نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة إلى آخره. علينا كمان التركيز على الدور الخارجي، التخطيط الاستراتيجي يجب أن يكون بموضوع القدس يعني موجود، التركيز على المنظمات الدولية، البعد القانوني الدولي، وهكذا كشف الروايات الصهيونية الكاذبة. المعيقات اللي موجودة في القدس، تحديد الأعمار بالنسبة للاحتلال هذا المحتل الغاصب اللي بيحدد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى حتى يصلوا، يعني ما في دولة في العالم
بتمنع من انه المؤمن يدخل في دار عبادته ان يؤدي صلاته الا في هذه الدولة المارقة اللي محتلة الارض. هناك مشاريع كثيرة تعيقها سلطات الاحتلال في القدس، الهاؤنا بقضاياها هامشية وتشتيت فكرنا في امور كثيرة جدا. حقيقة هذه سياسة من السياسات الإسرائيلية. نعم. لم يعد الأقصى وفلسطين حقيقة على رأس أولويات العرب ولا المسلمين ولا حتى الشارع العربي. حقيقة الأحزاب الآن اللي موجودة على الأرض في كل الدول العربية طيب والإسلامية إنه والحركات والبرلمانات تمام. هذه كلها هل كان يعني هل هي الآن كما كانت سابقا؟ أنا نحكي إفلاشات عن أسباب طيب. بشكل أو بآخر يعني أنا بقرأ بهذه النقاط الأسباب اللي أنت أعديتها هو يعني إدانة صريحة للحكومة بمدى تقصيرها. أنت تحدثت عن وسائل الإعلام وهي وسائل الإعلام أغلبها عندنا هون يعني حكومية، وإذا ما كانت حكومية هي مجيرة للإعلام ووسائل التدخل السريع. يضاف إلى ذلك مناهج التربية، وآخر تعديل لوزارة التربية والتعليم على المناهج الأردنية شطبت من الخارطة فلسطين وأضافت إسرائيل. إذن أنت تدين الحكومة بأنها هي المقصرة. إذا رجعنا للدائرة الأساسية أو للقاعدة الأساسية وتقصير الحكومة في إزاء القيام بواجبها تجاه القضية من الأساس. إذا أخي الكريم نعم أنا أقول لك يعني لا نبرئ الحكومة. نعم. أنا بدك يعني خلينا نكون صريحين، لكن الحكومة لوحدها من هي الحكومة؟ هي أنا وأنت ماشي الحال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن إحنا في عنا استراتيجيات يجب أن نبنيها. نعم. إن كان في الحكومة أو في المنظمات المجتمع المدني. الحقيقة أنا يعني من موقعنا في وزارة الأوقاف ومن موقعنا في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس يعني لا نقول أننا يعني حقيقة لا نقوم بجهد، بالعكس هناك جهود تقوم بها الحكومة وجهود كبيرة جدا، إن كان على مستوى إدارة الأوقاف أو إن كان على مستوى وزارة الخارجية أو على المستويات الأخرى. نحن نقول أن علينا العمل بمزيد، هذه النقطة الأولى، وعلينا العمل باستراتيجية، علينا توجيه جهودنا باتجاه معين، علينا أن ننظر إلى أنفسنا حتى نقوم بتقويم أنفسنا. يعني إذا أخطأت الحكومة وإذا أخطأنا علينا أن ندرس هذا الخطأ ونصوبه. يعني أنا ما بقول إنه لازم إحنا نحكي على الحكومة باستمرار، لا، أنا بقول كلنا مقصرون. يعني جلالة سيدنا لما بيحكي في الدورة 69 في الأمم المتحدة، الأردن يعارض بشدة التهديدات التي تستهدف هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية، وبصفتي وصيا هاشميا على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سأستمر في الوقوف ضد أي انتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك. إذن علينا أن نقف خلف القائد في هذا الموضوع، علينا دعمه. جلالة الملك رأس الدولة يقول هذا الكلام في الأمم المتحدة أمام 193 دولة. إذن علينا نحن كحكومة كأفراد كمنظمات مجتمع مدني كبشر كناس كمجتمع بهيئاته كاملة كلنا مقصرون حقيقة. وأنا أرى الحكومة الأكثر عملا من أجل القدس. بدأ وقف أنا أرى ذلك. بدأ وقف عند هاي أستاذ عدنان. يعني الحكومة عم تشتغل والحكومة مش جالسة وبتبذل قصارى جهدها من أجل يعني الوقوف في وجه الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية وعملية التهويد للمسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة أيضا. والملك في الدورة 69 في الأمم المتحدة تحدث عن هذا الشأن بأنه لن يقف يعني إزاء هذه الاقتحامات مكتوف الأيدي. أنت كيف تقرأ للواقع في ظل هذه التصريحات وفي ظل الواقع الحكومي أيضا في الدفاع عن المدينة المقدسة؟ قبل ما نقرأ الواقع وقبل ما نتكلم بهذا الاتجاه بدي أتكلم عن اللي تفضل فيه أخونا عبد الله باشمهندس عبد الله. سيدي الحكومة مش أنا وأنت، لا الحكومة أولئك المتربعين في مراتع السلطة. نحن لسنا أصحاب سلطة ولم نشارك في اختيار هذه السلطة حتى تمثلنا هذه السلطة القائمة، هذا مبدئيا. نيجي على النقطة الثانية، حكيت حضرتك أنه الإسرائيلي في طريق الفشل. كيف؟ أنا مش عم أشوفه في طريق فشل، هو عم ينجح وعم يحقق خطى ونقاط يوم وعم يحقق استراتيجيته وماشي بنفس التكتيكات تاعته، ما عنده أي تغيير عليها من يوم ما احتل المدينة المقدسة لحديث اليوم. شو قدرنا نوقف من هاي التقديرات التكتيكات والاستراتيجيات اللي بتتبعها؟ nothing، لا شيء. ما بعرف يعني شو بدي أحكي، بس يعني أنا باعتقادي أنه لا استراتيجية حكومية، لا أحد قادر أنه يتعامل مع القدس كمدينة محتلة والآخره.
حضرتك سميتها بالمدينة المحتلة، وأنا أحترم هذا الوصف، لكن الممارسة هي ممارسة الولاية الدينية، أو ممارسة بالتعامل مع مدينة القدس كقضية دينية. هلأ القدس مش قضية دينية، لا، هي قضية سياسية بامتياز. حسم المسألة الدينية هذا في إرادة رب العالمين. يأتي عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد الله مفعولا. احنا اليوم نتكلم عن مدينة بتتعرض لهجمة سياسية من هذه القوات الاحتلال. احنا ما عندنا مشروع سياسي ندافع عنه للمدينة، ما عندنا اي افق لهذه المسألة. تفضل الاستاذ عبد الله، حكى علينا وعلينا اكثر من مرة. في الحقيقة احنا ما بنعرفش شو علينا، واذا عرفنا ما بنعملش اللي علينا. بكل بساطة القدس سيدي مش عملية صيانة، مش عم نروح عشان نغير سجاد المدينة، سجاد الحرم المقدسي، لا، القدس مدينة كاملة، مدينة محتلة كانت خاضعة على السلطان الأردني في ذات وقت بحكم قرار الارتباط مع الفلسطينيين وحدة الضفتين. بعدها صار في احتلال، هذا الاحتلال عم يمارس أبشع العمليات، أبشع الانتهاكات على هاي المدينة. خلال السنوات الماضية كان بإمكاننا أنه نلجأ للمنظمات الدولية والأشياء هاي ونأخذ قرار بأنها تتحول هاي لمدينة محرم المساس فيها. حتى هذه الجزئية فوتناها، حتى هذه الجزئية ما اشتغلنا عليها بشكل صحيح بما أنه يمكننا من حماية هاي المدينة. يعني بعتقد أنه إحنا يعني في المحصلة غايبة عنا تماما الاستراتيجيات، لا تكتيكات ولا استراتيجيات عنا. جلالة الملك تصريحه هذا تصريح مقدر، لكن معنا الأدوات الكفيلة بتنفيذه على الأرض. الإسرائيلي بيعمل كل اللي عايزه وإحنا برضو بنحكي اللي عايزينه. طيب أستاذ عبد الله، أنت بتحكي لي يعني بأنه والله في هناك جهود تتخذها الحكومة أو تقوم فيها وإجراءات أيضا واستراتيجيات من أجل مقاومة. أنا بدي أحكي لك شغلة، بس بشهر واحد تضاعف عدد المتطرفين اليهود الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بشهر واحد، من 267 متطرف إلى 1169 متطرف من شهر تموز لشهر آب. وهناك أيضا تزايد مضطرد للانتهاكات بحق الحرم القدسي يتم بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتشير الإحصائيات إلى دخول نحو 7642 سائح أجنبي بشهر آب، بزيادة 200 سائح على الشهر، ناهيك عن ضيوف جنود الشرطة وضيوف المخابرات الإسرائيلية. كل ذلك من وجود أيضا استراتيجية حكومية لحماية المسجد الأقصى المبارك. أي حماية هاي اللي زيادة الاقتحامات بشكل مضطرد؟ ما خليني إشي أتحدث بشيء منطقي. أنت تتحدث بأنه والله ما في غير الدور الأردني الحكومي الذي هو يقف في وجه الاقتحامات الإسرائيلية. الاقتحامات الإسرائيلية بازدياد مضطرد. أعطيني تبرير في هالإحصائيات اللي أنا ذكرت لك إياها. تمام أخي الكريم، أنا لم أقل أن الدور الحكومي هو الدور الوحيد. نعم، لم أقل ذلك. هو الأفضل. أنا أقول هو الأفضل. أنا هو الأكثف، هو الأقدر، هو الأفضل. هذا زاد. أنا رأيي نعم. لا هذا زاد. أنا أرى ذلك. نعم. لكن لأنه أنا حقيقة لما بحكي هذا الكلام أنا مسؤول عنه. نعم. القضية أولا مثل ما حكينا في البداية أن القدس مدينة محتلة ويحتلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه السلطة المارقة التي تحتل هذه المدينة وتحتل فلسطين كاملة. نعم. ليست سهلة، مدعومة من أكبر دول العالم، هذا واقع. واقعنا إحنا في المحيط العربي أنت تعلمه، وأنا لا أريد أن أحلل تحليل سياسي. نعم. بهذا الموضوع الآن من ناحية القدس، الكل يعلم في مؤتمر القمة اللي صار في 74 14 سنة جلالة الملك حسين رحمة الله عليه، وهو يعني مؤخر قرار موضوع فك الارتباط، ولكن أخيرا فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وأبقى موضوع القدس الحقيقة يعني إن كان موضوع الأوقاف الإسلامية في القدس أو المحاكم الشرعية ما زالت تتبع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. الآن موضوع، أنت تكلمت عن موضوع الوصاية. الوصاية هي موجودة أساسا، يعني قضية قديمة ووصولة ومستمرة، لكن وثقت هذه الوصاية على ورق في 31/3/2013 العام الماضي. نعم. لما تم الاتفاق والتوقيع على موضوع الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك. نعم. وأكدت هذه الوصاية أو هذه الاتفاقية على أن السيادة على الأرض هي لدولة فلسطين. نعم. يعني الأردن لا
تصارع فلسطين أو دولة فلسطين في سيادتها على الأرض. نعم. القدس هي للفلسطينيين كمدينة، سيادة الفلسطينيين عليها. نعم. هي طبعا وقف إسلامي كامل معروف، هي كل المسلمين في كل العالم مسؤولين عن هذا الموضوع، وليس أخواننا الفلسطينيين اللي احنا بنحملهم بعض أحيان أكثر من طاقتهم، وليس الأردن لوحدها كمان في هذا الموضوع. لكن النقاط يعني توضحت أن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك هي للهاشميين وللأردن، والسيادة لدولة فلسطين. لأنه كثير أخي الكريم كان في ناس يحكي يقول لك يا عمي الأردن طمعان في القدس أو طمعان في فلسطين أو وهكذا، فانحطت هذه النقاط على الحروف. الآن حقيقة احنا يعني أمرات دائما بنحكي أنه الأردن بعض الأحيان لما بتحكي له أنت صار وصي على الـ 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 أو يعني هو وثق الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها من ناحية الأوقاف والمحاكم الشرعية، نقول لك هناك في طمع. في ناس ثاني كان يقول والله ريحنا من الموضوع، إحنا بدنا ندب كل شيء بظهر الأردن. نعم. طب الآن لما إحنا وضحنا كمان لكن الاتفاقية قالت أن السيادة هي لفلسطين على الأرض، يعني القدس هي مدينة فلسطينية والسيادة لدولة فلسطين عليها، وهذا واضح في اتفاقية الوصاية. صار يقولوا الأردن تخلى عن القدس. طب إذن بوصاية فلذلك معلش أنا بس لا 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 أخي الكريم. نعم. لا الحقيقة أنا بدي أنا أنبه لقضية مهمة جدا. أنا لما بعمر المسجد الأقصى أنا لما أحافظ على الحجر وكمان من خلال الأوقاف بحافظ على البشر. يعني أنت لا تنسى جهد الأوقاف الإسلامية في القدس وجهد الحكومة في القدس من حيث المساجد التي يتم التدريس بها في القدس. نعم. الإعلام عبر المنبر في القدس أيام الجمعة، ومثل ما حكيت لك في بداية الحلقة هناك دور كبير تلعب الأوقاف الإسلامية في القدس في كل المجالات. يعني لو حكينا مجال واحد مثلا على المستوى الثقافي وعلى المستوى التعليمي، التعليم في القدس يعمل تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، هل تعلم ذلك؟ هناك 42 مدرسة تتبع لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس منذ 1967، مدارس ما يعرف في القدس مدارس المرحوم حسني الأشهب الآن اللي موجودة تدرس المنهاج العربي في القدس، وهي الوحيدة التي تدرس هذا المنهاج وبشكل جيد زي ما بدنا إحنا حقيقة. هذه المدارس يعني تعمل هناك تحت مظلة الأوقاف الإسلامية في القدس. أنا لا أقول لك أنه إحنا فلسطين والقدس والأقصى قد ما معنا له أخي الكريم من ضمن مقصرين، خاصة وهو موجود الآن تحت الاحتلال. نعم. وإحنا بدنا نعترف أن هذه مدينة محتلة، والعادة المحتل هو بيفرض عليك أمرات أمور أنت غصبا عنك مش بإيدك، مزبوط ولا لا؟ لكن على المستوى الآخر والمستوى الثقافي مثلا، خلينا نقول لك مثلا موضوع وضع مدينة القدس البلدة القديمة في القدس وأسوارها على لائحة التراث العالمي، من وضعه في منظمة اليونسكو؟ الأردن هي قامت بإدراج هذه البلدة على لائحة التراث العالمي حتى يصير في حفاظ وضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على هذا التراث البلدة القديمة، وتم إدراجها سنة 1981. طب من وضعها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982؟ كمان بطلب من الأردن تم إدراجها. ونحن نقوم بجهود كبيرة جدا في كل سنة حقيقة، سواء كان في لجنة التراث العالمي في اليونسكو أو في المجلس التنفيذي اللي بده ينعقد في هذا الشهر. نعم. في اليونسكو نقوم بجهود كبيرة جدا للحفاظ على التراث العربي والإسلامي الموجود في القدس. أنا بقى بحكي إنه الذي نقوم بعمله هو المأمول أو اللي أنا بدي إياه واللي أنت بدك إياه، لكن حقيقة هناك جهود كبيرة يجب أن نقوي حكومتنا، يجب أن نقف مع حكومتنا ومع قيادتنا. طيب. من أجل دعم هذه الجهود والاستمرار وجعلها مستمرة وحتى نحافظ على هذا الإرث العربي والإسلامي. أما من ناحية الانتهاكات أخي الكريم، هناك حقيقة موضوع التربية والتعليم من أهم المواضيع. يعني سألوا حاخام إسرائيلي متى ستبني الهيكل؟ نعم. قال بناء الهيكل حجرا سهل جدا، أنا مبنيه خلال فترة بسيطة جدا، فلوس موجودة، حجر موجود، بناء ممكن أبنيه أنا في أي وقت، لكن أريد أن أبنيه في عقول أجيالنا. لذلك أخي الكريم إذا أنت بتعمل دراسة عن القدس، البلدة القديمة في القدس بوحدها هذه المساحة اللي ما بتزيد عن كيلو متر مربع واحد، يعني ما بتزيد عن 1000 دنم، هي أقل من 1000 دنم حتى. نعم.
هذه البلدة بودوز كان فيها كذا مدرسة تلمودية صهيونية مثلا قبل حوالي 15 أو 20 سنة. الآن بتشوف أنه فيها أكثر من 100 مدرسة تربي أجيال في الحارات البلدة القديمة في القدس على كراهية الآخر، كراهية البشر، كراهية الناس، نعم. كراهية المسلمين. هذا الجيل هو اللي طلع لك الآن، وفي عندك 12 وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية بيضغطوا على الحكومة الإسرائيلية، وإحنا التربية لنا لسه بتنادي لذلك أو حكومتنا بتنادي، نعم. بالسلام وأيضا حب الآخر والتعايش مع الآخر والتسامح مع الآخر، وإنت بنفسك بتحكي، نعم. يعني يا باش مهندس بأنه عم بتزيد المدارس التلمودية اللي بتدعو إلى التطرف والتربية على كره الآخر واحتقار الآخر وقتل الآخر أيضا كذلك الأمر، وإحنا لسه بنتقدم بالسلام. بدي أرجع للأستاذ عدنان، يعني ليش بنطالب الأردن يعني بأكثر من طاقاتها وإمكاناتها وهي وضعت على لائحة التراث العالمي وطالبت من منظمة اليونسكو أيضا من بحماية هذه المدينة المقدسة أمام عدو صلف وهمجي ومتطرف وأيضا نظام دولي يدعم التوجه الصهيوني؟ الأردن لا تنظر للإسرائيلي كعدو، هذا من حيث المبدأ. نعم، في معاهدة سلام اسمها معاهدة وادي عربة وقعت في وقت سابق، هي تتضمن كل تتنظم كل العلاقة اللي بين الأردني والإسرائيلي. أنا بتكلم على صعيد رسمي. نعم. وبالتالي ما لا يجوز النظر للإسرائيلي إنه قوة احتلال غاشمة وفق هذه المعادلة، وفق هذه المعاهدة لمدينة القدس. لا، معاهدة وادي عربة حددت طبيعة العلاقة بين الأردني وبين مدينة القدس، موجودة في بند واضح. طب كيف شافتها المعاهدة؟ كيف معاهدة وادي عربة شافت هذه العلاقة؟ شافتها إنه الإسرائيلي صاحب اليد العليا ويمنح الأردن صيغة ما من حرية العبادة ولا آخرها أو الإدارة إلى الأماكن المقدسة، هذا ما نصت عليه اتفاقية معاهدة وادي عربة. وبالتالي هذا جزء ما هو، أنت لما تيجي توقع معاهدة من هذا النوع وفيها بند زي هيك أنت بتعترف باليد العليا. نعم، المادة التاسعة والتي تقول، بس بدي أقرأ يعني ما يتضمنه النص، تعطي إسرائيل بموجب المادة التاسعة للأردن مكانة في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس، وبالتالي تكون إسرائيل قد وضعت نفسها قيمة على القدس العربية المحتلة، طبعا هل التحليل تبعها، ومنحت الأردن الدور الذي يخدم مصالحها ويحقق أطماعها، مما يؤدي إلى تعزيز وترسيخ الاغتصاب اليهودي القدس العربية بشطريها المحتلة الغربي والشرقي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية. إحنا أمام يعني المانح هو صاحب سلطة، مادة، نعم، أمام مادة وسطة كبلت الأردن، وكانت بحسب ما وصفها بعض الخبراء مثل الأستاذ أنيس الخصاونة بأنها هلامية وزادت أيضا الطين بلة حسب ما حكى في هذا الشأن. أي إدارة الأردنية لمدينة القدس بتخضع على إرادة الإسرائيلي، نعم. بمعنى أنه حتى في الأماكن الدينية الأماكن المقدسة ما في سيادة أو ما في أحقية بهذه الإدارة إلا بإرادة الإسرائيلي. بس الصديق بيمون على صديقه، يعني هل يعقل أن أصدقائنا وجارنا أيضا وبيننا استراتيجيات مشتركة وأيضا تعاون اقتصادي وتعاون استخباراتي، وما يكونش فيه بهذا المجال أيضا؟ لا لا، مش أصدقاء، بالعكس الإسرائيلي بيحاول يحرجنا في كل لحظة وبيحاول بيسعى إنه يحرج النظام ويحرج الشعب الأردني، والله وزير الخارجية يهدم القيمة الأردنية والقيمة الوطنية الأردنية. تصريح ناصر جودة بعد ما طالب موشي فيغلين وهو اليميني المتطرف بالكنيسة الصهيوني بسحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى وأيضا إرجاعها إلى الجهاز السوري، حكى بنص الواحد بالبرلمان وزير الخارجية لا عضو كنيسة ولا ألف بيستطيعوا تغيير الوصاية الهاشمية على المقدسات. يعني هذا بده يحكيها من مش مصدر قوة، أكيد من مصدر قوة، أكيد بيستند على شيء، لأنه هاي دولة ديمقراطية عندها ديمقراطية بتحكمها، إذا كان في عنده نص زائد واحد بياخد قرار بلغي كل الوصايات وعنده القدرة إنه إذا أخذ تلتين يعني تلتين أعضاء الكنيسة أخذوا قرار بإلغاء وادي عربة بلغوها. بس هاي القدس يا رجل، كل الشعب الأردني لو يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة ما حدش رح يقدر يلغيها. لا، مين اللي حكى لك؟ الشعب مصدر السلطات. كيف؟ مصدر السلطات، صحيح. مش صحيح هذا الكلام أستاذ عدنان. طيب، ما بينفع، يعني أنا بعتذر إنه يمكن بأخذ وقت الأستاذ البشمهندس، ما بينفع إنه نخضع القدس لوزارة الأوقاف، هذا مبدأ من حيث المبدأ. ليش؟ طيب شو السبب؟ خلينا نفهم إحنا والسادة المشاهدين. القدس قضية سياسية أهم بكثير من مسألة إدارة دينية، إنه أسبح للمصلين من سن 45 وفوق إنهم يصلوا ولا من سن 30 وفوق إنهم يروح يصلوا. هل أصاروا الأيام الأخيرة 50 وفوق؟ anyway يعني بالمحصلة القدس قضية سياسية. كيف الإسرائيلي بيشوفها في المفاوضات؟ الإسرائيلي عنده نظرية محددة واضحة، بيحكي لك كلما طال أمد الصراع تنازل العربي أكثر،
هم اللي تحت البنديرة بيظل العربي في طول فترة المفاوضات. نعم صحيح. الإسرائيلي بيطول المفاوضات، عنده استعداد إنه يظل يتفاوض حوالي حول القدس 100 سنة جيات، بس هو مدرك تماماً إنه في نهاية 100 سنة هذول راح تكون القدس له تماماً. نعم. ولا فلسطيني ولا عربي ولا مسلم فيها بكل بساطة. هاي هي النظرية. طيب أنا السؤال، إذا إحنا يعني محمود عباس إجا على الأردن عمل الـ ما يسمى بالوديعة، وديعة القدس الدينية أو ما بعرف الوصاية بتسموها الوصاية الدينية صح؟ هي وصاية موجودة أخي الكريم. شو اسمها المعاهدة هاي الوديعة؟ هي معاهدة الوصاية، هي القدس هو وديعة في يد الأردن إلى أن تأتي مفاوضات الحل النهائي حقيقة كمدينة قدس. السؤال كان أما كالوصاية، الوصاية الهاشمية هي على المقدسات الإسلامية. شو اللي جد عند محمود عباس في ذلك الوقت وخلوا يجي على الأردن ورمى الكرة في ملعب الأردن؟ لا مش لا 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 تفهم. إذا كانت تكرم علي بس لو سمحت، إذا كانت الوصاية ممتدة ما قبل وادي عربة، نعم، أو بعد وادي عربة، مش مهم اللحظة الزمنية اللي صارت فيها، ليش محمود عباس إجا بال 2013 وعمل هاي الوديعة؟ أنا بدي أقول لك ليش. نعم. في الحقيقة يعني أنا بده يتنازل سياسيا. لا 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 وبعد هيك لا أنا أقول أخي الكريم، أنا ما هو خلينا نفسر الأمور بمعانيها. أنا أقول أن هناك طائفة من الناس قالت بعد توقيع اتفاقية الوصاية حطيناها بظهر الأردن. نعم. في هذا سمعناه الحكي في المجتمع إن كان هنا أو في فلسطين. أيوة. موجود. هلأ في ناس ثاني قال لك حملوها الأردن وخلاص، يعني حمل عن ظهرنا وشلناه. تخيل لوين. ليست هكذا تؤخذ الأمور، وليست هذه هي القدس فقط. الموضوع الثاني، ناس ثانيين قالوا يا عمي بعد ما وضحنا الأمور أن صحيح أن الوصاية للناس طبعا، واللي هو يعني الرئيسان يعو أوقعوا عليه وعارفين، قالوا قلنا لهم إنه الوصاية هي الوصاية على المقدسات الإسلامية حقيقة في هذه الظروف الآن هي محصورة في جلالة الملك والهاشميين والأردن، لكن السيادة ونصت على ذلك الاتفاقية أن السيادة على الأرض هي لدولة فلسطين. هناك دولة الآن اسمها دولة فلسطين، السيادة على الأرض على القدس هي لها إن شاء الله. طيب في المستقبل المقصود؟ معلش لا، وحتى الآن لا، الآن الآن في سيادة فلسطينية على مدينة القدس. لا أنا القدس مدينة محتلة أخي الكريم. ممتاز. إحنا يعني إحنا متفقين الآن أنك أنت تتعامل مع محتل، منطقة محتلة، وهناك ناس محتلين. هذا موجود. سيادة فلسطينية. خليني أكمل أنا الفكرة بس. نعم. لأنه في ناس كثير من أخواننا السيادة الفلسطينية راهن نتائج المفاوضات مع الإسرائيلي. معلش هيك أنا السيادة الفلسطينية. ما بيجوز اليوم أنه نتكلم عن سيادة فلسطينية ولا محمود عباس أو أي أحد في الأردن أنه يتكلم عن سيادة فلسطينية على مدينة القدس بدون إزالة الاحتلال. إزالة الاحتلال هو النقطة، الخطوة رقم واحد. تمام. بدون هاي الخطوة ما فيش إيش اسمه سيادة. طبعا ما في. أنا خليني أوضح النقطة. أنا بقول أن لأنه في ناس كمان، هناك طرف ثالث أخي الكريم بيحكيها وبالفم المليان كان وباستمرار، خلينا نكون واقعيين، ان الاردن طمعان في القدس مصدر شرعيه، وهذا كله تم نفهمه. خليك معي انت، انا يعني انا بنحكي احنا الواقع اللي للاسف اللي احنا كنا نعيشه او منعيشه. الان هذا الموضوع وضح. ليش اتفاقيه الوصايه اتت؟ اتفاقيه الوصايه اخي الكريم، احنا لما كنا نطلع مثلا يعني في اجتماعات على المستوى المنظمات الدوليه، واحنا يعني احنا باليونسكو، انا عضو اللجنه الوطنيه الاردنيه للتراث العالمي، كنا نطلع على اليونسكو، وانا احنا صممنا في وزاره الاوقاف المشروع الاردني المقترح لحل مشكله طريق باب المغاربه لما صارت الحفريات في طريق باب المغاربه. كان في ان جهود حقيقه قويه جدا في هذا الموضوع. المهم نص الاتفاق تفضل فيه اعترف بمكانه اسرائيل على باب المغاربه. نص الاتفاق تفضلت فيه. لا 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 هو هذا الحل اللي قدم هو اعترف بهذا بحقيقه اسرائيل لوجوده. لا 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 الاتفاقيه مجرد عمليه التقاسم، مجرد فكره اداره هذا الباب بالتعاون مع اسرائيل، هذا اعتراف بوجوده بحقيقته. لا لا لغايه الان انتبه لهي المساله أخي الكريم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على مفتاح باب المغاربة، ولغاية الآن نحن نطالب فيه، وهذه الدولة المحتلة ما أعادت المفتاح لغاية اللحظة هاي. نحن لا نقول، معلش، نحن لا نقول أن هناك شراكة أو هناك طلب، لا، اتفاقية الوصاية أرجع لها واضحة جدا. أنا بدي بس أرجع لموضوع أنه ليش اتفاقية الوصاية، لأنه هي أصلا الهاشمية من عهد الشريف الحسيني بن علي لغاية الآن، وهم أوصياء على المكان بغض النظر صارت اتفاقية أو ما صارت اتفاقية. لكن عندما كنا نذهب إلى مثلا منظمة اليونسكو في المجلس التنفيذي أو في لجنة التراث العالمي، وحتى قرارات اللي تتعلق بالقدس أو بطريق باب المغاربة أو بأشياء تتعلق في الأوقاف الإسلامية في القدس، كان يقال لنا هناك الآن دولة فلسطين، شو دخلكم أنتم يا أردن؟
كان الرد ممكن يكون معلش عفوا كان معلش الرد ممكن يكون لمعاهدة وادي عربة معلش انت عندك نص المادة رقم 9 في معاهدة وادي عربة بيعطيك هذه الأحقية معلش يعني انت مش بحاجة انت مرة بتقول عزيزة. مرة بتقول انه النص مادة 9 مش قوي وبتهاجمها مش والآن بتقول انه ممكن نحن نحكي يا سيدي انا بدي احكي بس خليني اكمل فكرتي انا كمل انا ما قاطعتك خليني اكمل فكرتك تفضل انا ما قاطعتك معلش كمل الفكرة كانت اخي الكريم من هذه الوصاية انه انت لما بدك تمسك الان قضية بدك الآن حسب التصريحات الرسمية اللي صدرت خلال الأيام الماضية عندما هناك يعني زادت الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وصار في انتهاكات يعني صارخة موجودة والكل بيعرفها خلال الأسبوع الماضي. الآن بدنا احنا نرفع قضية مثلا على المستوى الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتك ايش انت بقول لك هناك دولة اسمها دولة فلسطين مثلا على سبيل المثال، لذلك اجت اتفاقية الوصاية حتى توثق خطيا ما كان موجود اصلا وما هو موجود اصلا. طب لا احكي لك الاتفاقية كمان انت المادة 9 البند 2 لا احكي لك النقطة فيما يتعلق بالمادة 9 في اتفاقية وادي عربة. اعتبرت ايامها قيادة عرفات ان ما جاء في هذه المادة بخصوص اعطاء الاردن والاعتراف بدوره في الاشراف على المقدسات الاسلامية بمثابة تحدي لها، هذا قيادة عرفات. يأتي الآن محمود عباس من أجل أن يرمي الكرة بملعب الهاشميين زي ما بقوله بمثابة لا ما تحدي قلنا لها. ذلك معلش خليني أكمل كلامي خليني أكمل لك النص فقط نعم. بمثابة تحدي لها وبداية معركة سياسية بينها وبين الأردن، واعتبرت بأن إسرائيل خدعتها وانتهكت اتفاق أوسلو الذي ينص على بحث قضية القدس في مفاوضات الحل النهائي، مما أدى إلى اعتبار أن الأردن أصبح تابعاً لإسرائيل وداعماً لها بحكم تلك المعاهدة، فلجأ الجانب الفلسطيني إلى البحث عن عمق عربي آخر، والمقصود بذلك أكيد يعني هو الجانب المصري. الآن أنت بتحكي لي هذا رأي مين أخي الكريم؟ فلسطين صحيح؟ رأي مين هذا اللي تفضلت فيه؟ هذا عرفت؟ هذا رأي الإدارة الفلسطينية. هذا قيادة عرفت؟ نعم. لحظة شوي أنت لا قيادة عرفت. لا بدنا نعرف رأي مين هذا؟ عفواً. بعدين إذا واحد بيصدر رأي. بعد توقيع اتفاقية وادي عربة بين الجانب الأردني والجانب الفلسطيني. أخي الكريم. بس مهندس هذا. هذا ما عبرت عنه قيادة. عشان تكون في الصورة. الراحل عرفت. صار في مرحلتين ثنتين في الموقف الفلسطيني حيال مسألة السيادة الدينية الأردنية على مدينة القدس. نعم. الأول كان بتوقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة ضمن إدارة ياسر عرفات. نعم. لما كان في إدارة ياسر عرفات اللي كان عنده هذا الموقف تفضل فيه صديقنا نسيب. هلأ لما إجا محمود عباس تعرف الإسرائيلي زاد صرفا وزاد يعني انتهاكا إلى آخره من الأشياء، لجأ اللي هي تغيرت فكرة الإدارة الإدارة الفلسطينية لإدارة هاي المناطق باتجاه الأردن. هلأ صار تباين في الموقفين خلال الفترات هاي من أوسلو من معاهدة وادي عربة تحديدا لحديت اليوم. في تباين وتغيير كان في الموقف الفلسطيني حيال هذه المسألة. الجزئية اللي لها علاقة بحكومة وإدارة محمود عباس، محمود عباس يدرك تماما أنه الإسرائيلي مش رح يتخلى عن القدس ولا رح يعطي أي شبر في مدينة القدس بكثير مجموعة من الكنتونات لإدارة السكان لا أكثر ولا أقل، لا سيادة فلسطينية، حق الوصول للأماكن الدينية ضمن اتفاقات وبرامج وجداول زمنية يمكن يغيروا فيها أوقات الصلاة بالمناسبة، هذا في المرحلة المقبلة إذا صار اتفاق باتجاه هاي. هو تخلص من كل هذا الكلام ورماه في حضن الأردن. طيب الأردن استقبلت رأي. الأردن استقبلت هذه المسألة، الأردن استقبلتها لأنها مسألة القدس جزء من شرعية، لازم نعترف بهذه المسألة، شرعية سيستم تكلم عنها، وفلسطين بالمناسبة وحدة الضفتين كانت جزء من شرعية سيستم، ما بنقدر ننكر هذه الأشياء، وبالمناسبة هذه الأشياء ما بتعيب الأردن يعني في المحصرة نعم. لكن الموقف الموجود عندنا أنه إحنا عم نشوف الإدارة هاي أو الوصاية الدينية على مدينة القدس إنها بالحد الأدنى ومش عم تلبي أي شيء من متطلبات حماية المدينة ولا حماية المدينة على صعيد ديني ولا على صعيد سياسي. نعم. هذا اللي احنا نتكلم فيه، النقطة الأساسية في هذا الجانب. هلأ نعرف تماما أنه الأردن مش دولة عظمى، الأردن هي بلد صغيرة زيها زي باقي دول الإقليم، هي جزء من مخلفات سايكس بيكو، نعترف كلياتنا بهذه المسألة زي ما هي فلسطين وزي ما هي لبنان وغيرها. لكن اللي بتصدى لهذا الموقف مضطر انه تكون يعني يتحمل تبعات هذا الموقف. اخي الكريم ما في موقف مسبق حيال الاداره الدينيه للقدس، بالعكس انا يعني اذا بدنا نيجي نتكلم سياسه ونبعد عن العواطف لا ممكن نتكلم اداره اردنيه لكل الضفه الغربيه والاراضي الفلسطينيه، انا مش يعني مش راح نختلف كثير في تفاصيل صغيره من هذا النوع، لكن الاهم مين بيقدر وشو قدر يعمل، قدر يحمي المدينه ولا ما قدرش يحميها، هذا بالنسبه لنا القصه الاساسيه. ما بقدر أن أشوف القدس إنها سجادة، ما بيزبط يا أخي الكريم. ليس كذلك، مو هذا رأيك ومنبر صلاح رأي الدين بالمناسبة يعني شيء جميل وكويس تمام. هاي. تمام. بس مش هذا هو القدس يا صاحبي يا سيدي، لا ما حد بقول لك إنه هذه هي القدس،
القدس، القدس مدينة كاملة. تمام. أول قبلة لنا، أولى قبلة القبل. تمام. بس. تمام. هي هي. لا لا يعني أنا لغاية الآن مش عارف أنت الآن أنت مع القول إنه اتفاقية الوصاية يعني يعني حسب الآراء اللي بالسوق أو اللي في المجتمع اللي سمعناها كثيرا أن اتفاقية الوصاية يعني ما كان لازم تكون مثلا، بس لا بعد أو أنا مع فكرة ثانية أو أنه هي رمت الحمل على الأردن لوحده. محمود عباس، محمود عباس خلينا أفهم بالضبط شو اللي أنا أحكي لك شو بالضبط. أنه بعد اتفاقية الوصاية أصبح هناك في تراشق بالمسؤوليات. خلينا أحكي لك شغلة. وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف الأردنية تقول لا يتحمل الأردن وحده الدفاع عن المقدسات في القدس على اعتبار أنه صاحب الوصاية القانونية، لأن السلطة الفلسطينية تتحمل جزء من هذه المسؤولية بصفتها صاحبة السيادة على المدينة المقدسة كاملة. إيش بيقول بالطرف الآخر الآن؟ نعم. لمن أراد أن يلقي الكرة بالملعب الآخر، غسان الخطيب وهو المدير السابق للمركز الإعلامي في الحكومة الفلسطينية يقول إن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تتمتع بصلاحيات فعلية لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات لأنها دولة محتلة. إذن إحنا شو استفدنا؟ يعني هل ترى أنت يا أخي على قد الحافك مد جريك، إذا إحنا مش قادرين وهم مش قادرين اتركوها للمجتمع الدولي وخلوها تحت وصاية. لا يا أخي الكريم، هذا الحكي هذا اللي بدها يا إسرائيل أصلاً. أها. كلامك لا أفضل بس مهندس سبس بيصغيرة لا يا صديقي العزيز لا ترغب بذلك العرب، العرب قبلوا، العرب قبلوا الوضع على ما هو عليه الآن حالياً لربما يكون أسهل. العرب قبلوا، العرب قبلوا بالإدارة دولية لمدينة القدس، كل العرب. طيب هذا مش انه اسرائيل اللي بدهاش. لا لا اخي الكريم، انت اسرائيل ما بدها اداره دوليه، اسرائيل بدها اداره يهوديه اسرائيليه عنصريه استيطانيه في داخل المدينه. من طب ليش ما قدرت تسويها لغايه الان بالشكل اللي ترغب فيه؟ معلش لماذا؟ معلش لماذا عم تعملها؟ يعني هلا الان انت بدك تحكي لي انه يعني دور الاردن دور يعني لا يوجد دور لها في القدس نهائيا؟ مش هذا ما قصدت. شو يعني خلينا نفهم معناته شو الكلام والحديث بتاتا، مش هذا لانه حقيقه الامر يا اخوان معلش ما حدث هو تمييع للمسؤوليه على مدينه القدس. لا لا كلام واضح، هو تضييع للمسؤوليه على مدينه القدس لحد ما ينتهي يعني ينجز الاسرائيلي مشروع في ولا ضدها انت السؤال؟ انا ضد هذه الاتفاقيه ومعها في نفس الوقت لسبب بسيط. كيف؟ انا بحكي لك اياها كيف. بدنا نفهم كيف يعني انت بدك توحد المسؤوليه، بدك توحد المسؤوليه حيال مدينه القدس. نعم. بمعنى انه انا عندي وصايا دينيه وبدي وصايا سياسيه، او بعطي التنتين هدول للفلسطيني وبخلص. مش هيك، مش هيك، ما بيزبط، ما بيزبط المفاوض الفلسطيني يا صديقي العزيز. لا. يا اخي العزيز القدس. ما بيزبط الفلسطيني في الاخر في مفاوضات الحل النهائي انه يسحب حاله ويتفق مع الاسرائيلي على انه القدس مدينه اسرائيليه باستثناء الكانتونات البشريه الموجوده داخل المدينه ويتولى سلطته عليها، وفي نفس الوقت نحن انه في عندنا سياده اردنيه او سياده وصايا اردنيه على اماكن الدينيه. ما بيزبط انك تقسم المدينه زي ما كان يفكر شارون انه يقسم المدينه على قاعده الاوقات هاي، عارف، فوق الارض الي وتحت الارض لكم وايام الاحد الي وايام الجمعه لكم. ما بيزبط، هاي مدينه واحده، مدينه موحده. لا لا بدك الاسرائيلي أنا... الاسرائيلي هو عايز يفتفت هاي القصه. احنا ساهمنا بهذه المساله بتضييع المسؤوليه. بدنا ننتبه لمساله تضييع المسؤوليات. تمام. هاي مساله كثير مهمه عندنا. المسجد الاقصى اخي الكريم لا يقبل التقسيم ولا الشراكه، وكمان علينا عدم استيعاب الحاله اللي بيحاول الصهاينه. يهودي صار تحت المسجد الاقصى، كله يهودي صار. لا لا اخي الكريم معلش لا انا معلش انا الاسواق صارت تحت المسجد الاقصى. بس اعاده الاعمار بايش بتفرق؟ سجاد، اعاده ترميم القبه، اعاده ترميم المزركشات الخزفيه وايضا من جس ومن فسيفساء، بينما الاساسات تبعت المسجد الاقصى. بالمناسبه البقعه الطاهره، البقعه الطاهره هي الارض نفسها، ما بقي منها شيء، مش ما بني على يا الارض يا سيدي. نعم هو ما حد يهمنا انه المسجد الاقصى قبه. لا 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 المسجد الاقصى ليس البناء، معلش هو الارض. أشكرك. وما عليها من ابنيه ومن مركز الارض الى مركز السماء. أشكرك. وهذا الحكي حطيناه احنا في تعريفنا وفي تقاريرنا لليونسكو. نعم. حتى نعرف العالم كله ان المسجد الاقصى، ومن هنا انا من هذا المنبر حقيقه بحب احكي لكل اطفالنا لكل اولادنا كمنبر اعلامي ان المسجد الاقصى ليس البناء. ممتاز. المسجد الاقصى هو الارض وما عليها من ابنيه، سواء كانت ساحات ما دار عليه السور، ما داخل الأرض السور صارت يهودية. هو المسجد الاقصى المبارك. الأرض صارت انت تقول يهودية. ذلك اخي الكريم انا لا ارى ذلك. في دقائق يعني بسيطه المساله، في دقائق يصبح المسجد الاقصى المبارك عباره عن ثكنه عسكريه. تمام. اذا ما اراد المتطرفون اليهود الدخول اليه وعمل صلواتهم واداء شعائرهم التلمودية ينزل تحت الاقصى، سوق كامل تحت الاقصى. هل يسمح للاوقاف الاردنيه بالدخول الى باحات المسجد الاقصى اذا ما اغلقت أخي. اذا ما اغلقت الابواب في وجهه؟ انت دوله تحت دوله احتلال اخي الكريم. انا بحكي لك عن دورنا كوزاره اوقاف. يعني انا هنا الان
ممثلا لوزارة الأوقاف. أنا لست ممثلا لا لخارجية ولا لموضوع سياسي. أنا بقول لك دور وزارة الأوقاف اللي هي لها إدارة موجودة في القدس. أنا لا أريد أن أناقش موضوع سياسي، لا أريد أن أواجه بموضوع عسكري أو أناقش فيه، لأنه أنا معلش أنا ما بفهم بالأمور السياسية، بجوز ما بفهم بالأمور العسكرية، لكنني أقول لك أخي الكريم أن للأردن جهد كبير كان على المستوى الإداري الآن من خلال وزارة الأوقاف أو على المستوى الثقافي. القدس تحتاج لي ولك ولأهلها ولعرب فلسطين 48 اللي هم بنافحوا عن المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي. ومن هون حقيقة احنا بنقول شغلة، ان الأردن لوحده لا يكفي، فلسطين لوحدها لا تكفي. دعم الأردن ودعم فلسطين هو دعم للقضية كاملة. لا يجوز تجزئة الموضوع. في الحقيقة منظمة التعاون الإسلامي هذه أرض حقيقة كلها وقف إسلامي خالص. هذه نقطة مهمة. عرفت علي كيف؟ منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية والأردن، أنتم بتشوفوا حتى في البيانات اللي تصدر عن معالي وزير الأوقاف أو معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام أو كذا، كلها تقول وتنادي المنظمات الدولية والإنسانية ولمحبي السلام في العالم، في الوقت اللي بتحاولوا تجففوا منابع الإرهاب. في نفس الوقت أنتم عمالكم بترهبوا العالم في القدس. وهذا حقيقة ما نقوله باستمرار. أما موضوع ما قيل في الوصاية، الوصاية أنا شخصيا بشوف من موقعي ومن رؤيتي ومن خلال خبرتي على الأرض هناك أن الوصاية كان توثيقها خطيا ضروري. هي قائمة منذ زمن، هي موجودة منذ زمن، لكن توثيقها ضروري. حتى أنا أجابه المدياتر اللي بيكون في اليونسكو بيقول لي شو دخلكم انتم، هي صار في دولة فلسطين. للعلم هو دولة فلسطين اصبحت دولة عضو كامل في اليونسكو، واحنا يعني الامر بالوصاية يتعلق بامور خدماتية وتوفير حراس، لا بحاجة لحراس. لا اخي الكريم، لا ليش الموقف السياسي الاردني؟ انت بدك يعني خلاص صفر موقف جلالة الملك في الامم المتحدة، هذا بتقول لي صفر؟ يعني ما بيجوز الموقف. معلش الرأي العربي مش فوهة مدفع يا أستاذ عبد الله العبادي، الله يخليك. معلش جولدا مائير حكتها من زمان. خلي العرب يطلعوا ويصرحوا تصريحات بالأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة ليست بفوهة مدفع. يعني هلا بدنا تحرك حقيقي. معلش التحركات اللي بتتم على الأرض هناك، يعني هل الأردن خلاص صامت وواقف ومكبل حاله وقايل هيك وبس؟ أكيد لا. لا طيب طبعا لا أستاذ مدام أكيد لا. أكيد أستاذ عدنان، يعني كل العرب في نقطة مهمة جدا، كل العرب مكبلين إيديهم. ألا يجب أن تقف أيضا الأمة العربية إلى جانب الأردن في دعمه للقدس والقضية أيضا على كل المستويات السياسية والمادية؟ في شغلة بسيطة جدا بس، يعني الشيخ عكرمة صبري تحدث بأنه القدس وأهل المدينة المقدسة من أجل دعم صمودهم للوقوف في وجه التهويد هم بحاجة إلى نصف مليار دولار سنويا. صحيح. هذه الأردن غير قادرة على تأمينها. صحيح. إذن وين الأمة العربية؟ إحنا بدنا عشان الحيطة الواطية، والله الحكومة الأردنية دائما تتهم بأنها دائما تابع للعميل الصهيوني، دائما تنفذ المخططات التي يعني تحاك في الظلام. الأردن ليست تابعا وليست تابع لعميلا وليست. إذن خلينا شيء من الإنصاف الآن، وين الأمة العربية أن تقف إلى جانب الأردن والحكومة الأردنية في الأردن حمايتها للقدس والمقدسات؟ أولاً الأردن تصدت لهذه الهجمة الإسرائيلية وأعلنت مواقفها إلى آخره من الأشياء. وارتبطت فيها بحكم معاهدة وادي عربة أو بحكم الرعاية الهاشمية للمدينة. لهيك بيصير الكلام عن الدور الأردني، مش لأنه الأردن دولة واطية إلا الدور سورها واطي أو حيطة واطي أو إنها دولة عميلة للإسرائيل. لا، هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلاً. إذا بتتابع خطابات الزعماء العرب، يا ريت تشوف على سبيل المثال رئيس الدولة سين بغض النظر عن اسمها كم مرة كرر كلمة القدس في خطاباته على مدى سنة كاملة. تكتشف كديش هي أهميتها، لها أهمية لهاي الدولة أو لهاي الزعامة السياسية. ما هو صار في تجارة بالقضية الفلسطينية برضو كمان بقضية القدس في الأردن. يعني مدينة القدس بتحتل أهمية متقدمة على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي أكيد، يعني جزء هي منظومة متكاملة. لكن في الدول العربية أنا باعتقادي إنه يعني غالبية الدول العربية لا يعني بشكل محدود. يمكن أمير المؤمنين شو اسمه ملك المغرب ممكن بوردها في خطابه يعني اكثر من يعني مرارا او يعني اكثر بكثير. من الرئيس المصري مثلا، هذا له صله فيها كامير مؤمنين او الوصف اللي هو حظي فيه بطريقه ما.
الأردن زي ما بدي أكررها مرة ثانية، الأردن الحديثنا رهن بأنه هي تصدت لهذا الدور. هلأ ما قامت به قليل جدا، هلأ قليل مقارنة بالإمكانيات المتاحة. أكيد الإمكانيات المتاحة مش بتحرر القدس، ما بتحرر القدس الموجودة. طب إمكانها تعمل أكثر من هيك في عجالة؟ أنا بعتقد يعني بالحد الأدنى، بالحد الأدنى بهدد الإسرائيلي، بحكي له يا أخي أنا بيني وبينك، بيني وبينك مفاوضات، وبيني وبينك معهد وادي عربة، وفي رقم بند رقم 9، يعني تمتلك الأردن أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي طبعاً. من ضمنها ترويح فيها على أقل تقدير، ترويح فيها. بس عبد الله بقول لك ما بستطيع أسحب السفير لأنه هو بتابع شؤون يعني. ولا بنقدر نلغي معهد وادي عربة كمان. نعم. ولا بنقدر نلغي معهد وادي عربة. إحنا بنحكيش عن إلغاء، إحنا بنحكي عن الترويح بالمسألة بشكل ما، بصيغة ما. لا، في دور ممكن يكون أكثر من هيك. إذا بدنا نيجي نحكي عن الدور الحقيقي، يا ريت إنه الأردن يفرض سيطرة كاملة على مدينة القدس دينية وسياسية، ويخلص الفلسطيني بعد الفلسطيني عنها. أو العكس، إنه يسلمها، يرجع هذه العهدة وهذه الأمنة وهذه الأمانة، يرجعها للفلسطيني ويقول له أنا ما بقدر أتعامل بتوزيع الصلب، بتوزيع المسؤوليات والأشياء هاي. يمكن هيك بيكون الموقف أفضل في هذا الجانب، في الجانب اللي في مسألة القدس. لكن الأردن رسميا بإمكانه إنه يتعامل مع معاهدة وادي عربة، أن يضغط على الإسرائيلي من خلال هذه المعاهدة، التلويح بإلغائها، التلويح بأي نوع من أنواع العقوبات اللي ممكن تمارسها من خلال ما سمحت به معاهدة وادي عربة. يعني يستخدم وادي عربة فيها بنود كثيرة، ممكن تستخدم الجانب الاقتصادي في معاهدة وادي عربة في سبيل تحقيق يعني هدوء، بديش أسميها يعني أكثر من هدوء، في مدينة القدس هدوء لهذه الهجمة، تهدأ هذه الهجمات، يعني الانتهاكات تتراجع إلى آخره من الأشياء. بالمناسبة الإسرائيلي بفكر في بالقدس وبالمرابطين داخل القدس، إنه ممنوع إنه واحد يقاوم هذا الانتهاك وهذا الاقتحام. نعم. ممنوع، عشان هيك هو بمارس صلف، بمارس قوة مفرطة في التعامل مع الناس. هو بدي يفهمه إنه ممنوع إنك تقاومني، أنا بدي أدخل أقصى وقت ما بدي، وبدي أصلي فيه وقت ما بدي، حتى يصار إلى إنه أمر واقع. طبعاً. تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين. طيب استاذ، يعني باش مهندس، اكيد سمعت انت بالغضب النشطاء الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاج اللي انتشر بانه وصى على بيتزا احسن، يعني هذا كان نوع من السخريه من الموقف الحكومي. اذا هي حاله طبيعيه يجب ان اذكرها لك حتى ما تكونوا مغيبين عن الواقع الشعبي الذي ينتقد، يعني ينتقد الدور الحكومي في مواجهه الاعتداءات الاسرائيليه الهمجيه على المسجد الاقصى. يعني في خضم هذه الصوره، يعني من قبل الامكانيات المحدوده، خلينا نحكي للجانب الحكومه الاردنيه في سعيها للوقوف في وجه هذه الاقتحامات وعدم الرضا والسخط الشعبي، اين هي وزاره الاوقاف الان في المرحله المقبله؟ اخي الكريم، نحن في وزاره الاوقاف حقيقه يعني مثل ما حكيت لك منذ البدايه هناك جهود تبذل. نعم. ليس كل ما يعرف يقال. هذه نقطه رقم واحد. ليش؟ انت اذا بدك تاخذ، معلش، اذا انت بدك تاخذ قرار في بيتك، عائلة مؤلفة من 6 أنفار 10 أنفار، ممكن عندك آراء مختلفة في البيت، بدك تأخذ قرار تتردد أنت في أخذ القرار أو تدرس اتخاذ القرار. فإذا أنت عندما تكون صاحب قرار بدك تدرس كل الخيارات اللي موجودة. أنا لا أدافع، معلش، أنا لا أدافع عن موقف سياسي ولا عن موقف إداري أو عن موقف كذا، معلش، بس خليك حتى أنت بتحكي بأنه الصورة غائبة والناس عمالهم بتهموكم وبظلموكم. خليك معي، معلش، يعني إذا كان ما في هناك خطط، بس خليك، في خطط فعلا، خلينا أنا ما خليش خلينا أنا أكل. لا لا معلش، أنا خليني أقول لك شغلة. أنت بتقول شو اللي بينحكاش دور الأوقاف؟ لا لا، أقول لك أنا مثلا، يعني أنا بدي أقول لك أنا شو بعمل الآن مشان يصير كذا وكذا وكذا، هذا بجوز بيشير خطة معينة. شو الخطة معينة؟ بدك تدخل سلاح؟ لا يا أخي الكريم، لا في سلاح ولا في مواجهة عسكرية. يعني أنت بتقول إنه كأنه ما في جهود. ما أنا بدي هاي الجهود تظهر. معلش، هذه الجهود عندما تخرج نتائج هذه الجهود والاتصالات تظهر لك الجهود والاتصالات. يعني هي جهود تقليدية يا باشمهندس، جهود تقليدية. معلش هذا المتوفر الآن، ما أنت تفضلت وقلت. هو أنتوا يا باشمهندس، أنتوا بتقول إنه هذا الوضع الأردن. باشمهندس، أنتوا متهمين الآن، أنت أمامي على كرسي الاتهام أمام السادة المشاهدين الذين ينظروا إليك. نعم. اسمعوك عبر شاشة التلفزيون. نعم. الآن أنت مطالب بالدفاع عن وزارة الأوقاف، دفاعك ليس بالمعنى الذي يوضح لنا ماذا قم به وزارة الأوقاف من خطط استراتيجية. وزارة الأوقاف ما الذي يدعي أن يكون إلى سرية؟ نعم. لا لا لا، نحن مش أصحاب حق، أليس كذلك؟ أنا ما بحكي لك إنه إحنا في عنا إشي سري أخي الكريم بدناش نفصح عنه. نعم. طب لا لا تفهم تفهمش علي غلط، معلش. طب وضح. إحنا اللي بقول لك إياه يعني موقف وزارة الأوقاف أو عمل وزارة الأوقاف في القدس هو عمل إداري. نعم. موضوع ليس سياسي وليس عسكري وليس تحريري. خالي من الدسم تماما. معلش،
احنا موضوعنا في وزارة الاوقاف، هذه الحكومة فيها مؤسسات. اذا خلينا إيه دولة مؤسسات، معلش خلينا هذه المؤسسات، معلش هذه المؤسسات كل يقوم بدوره. انا شخصيا ارى ان وزير الاعلام يقوم بدور، ارى ان وزارة الخارجية تقوم بدور، وزارة الاوقاف تقوم بدور، وهذه كلها بالاخير لها دور حكومة وهو خدماتي. دور انا بحكي لك عن دور وزارتي، معلش انا بحكي لك عن دور وزارتي، دور وزارتي دور اداري في القدس، وهذا الدور له أهمية كبيرة على جميع المستويات، إن كان مثل ما حكيت لك على مستوى التعليمي أو على المستوى الشرعي أو على المستوى المحافظة على المكان. في إجراءات، يعني في إجراءات، في إجراءات احنا نتخذها بشكل يومي، يعني احنا أقول لك شغلة، المرابطون معلش المرابطين اللي موجودين في المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحامات السابقة، نعم، هؤلاء المرابطين اللي موجودين هناك مع إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، نعم، وموظفينها اللي موجودين على الأرض هناك، نعم، بتحدوا في صدورهم العارية هذا الصرف الصهيوني اللي موجود، ودخول دخول بدعيش دخول المتطرفين ودخول العسكر ووطئتهم للمسجد الأقصى. طب هذول المرابطين ما يتحدى هذا هلا، سواء كانوا من عرب فلسطين 48، طب هذول المرابطين هم، نعم، من سكان الأرض المقدسة، بس أنتم كوزارة الآن يعني إيش دوركم مع هؤلاء في دعم هؤلاء المرابطين؟ كيف يعني كيف دورنا مع دعم هؤلاء المرابطين؟ كيف تدعموا هؤلاء المرابطين؟ هلا انا عندي 600 موظف، اذا انتم موجود عندكم 600 موظف من ضمنهم، نعم، 200 حارس، نعم 200 حارس، نعم نعم، بحاجه لحراس يحرسوهم لانه بيقلوا قتل وبيضربوهم وبيتهموهم، لا اخي الكريم معلش، وممكن يقتلوهم وما حدا بيقتلوهم وما حدا يقف الى جانبهم، ما نجد انفسنا بهذه الطريقه، لا 200 موظف من وزاره الاوقاف او على نفقه وزاره الاوقاف تقوم بدعمهم، وهم حراس للمسجد الاقصى، وفي بحكي لك الحارس بحاجه لحارس، كيف بتعلق لي على هذا المشهد؟ يعني أنا بدي أعلق قبل هاي على مسألة المرابطين وعلاقة وزارة الأوقاف فيهم، عن جد شو علاقة وزارة الأوقاف الأردنية بالمرابطين؟ أنا نفسي أفهم يعني، معلش يعني هذه الجزئية أنا ما قدرتش أفهمها، قدم لهم دعم، يعني أنا بقول لك لا شو دعم بيدهم عشان أفهم، تدعم شوي شوي أخي يعني. الكريم أخي الكريم المرابطين بالمناسبة مش موظفين هدول عشان تيجي تحكي لي، معلش هو الآن المصلين والمرابطين اللي موجودين في المسجد الأقصى المبارك من يدعمهم من الحراس؟ الحراس اللي هناك يا أخوان قاعدين بتلقوا، أنا بقول لك قاعد بتلقي الحارس يتلقى ضربات أمام عتاة الصهاينة من أجل الحفاظ على هؤلاء المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك. طب وين وزارة الأوقاف من هذه الضربات؟ مثل ما قلت لك أنا أخي الكريم، قلت لك إحنا دورنا هناك دور إداري، أنا ما بقول لك أنا مش خدماتي، مش ماسك رشاش، نسمي المسميات باسمها، لا مش خدمة، كيف يعني خدمات؟ مش دور الحكومة، أنا بقول لك عن دور وزارة الأوقاف، جميع الأدوار إن كان الناطق الرسمي، أنت تقول ذلك وزير الإعلام والاتصال المومني أو وزير الخارجية ناصر جودة أو حتى صاحب الولاية العامة رئيس الوزراء عبد الله نسور، هي حكومة خدمات، إذا تقدم خدمات حضرتك حكيت إنه ما عندناش دور سياسي وبتزبط منمنمات فقط، حضرتك تفضلت وحكيت إنه ما في للأردن دور سياسي في مدينة مش الأردن. للأردن أخي الكريم، أنا بحكي عن موضوع وزارة الأوقاف اللي أنا بمثلها قاعد الآن تكون هي جزء من هذه، معلش من هذه السلسلة، خليني بس أنا أكمل هالنقطة الحساسة جدا، تفضل كملها في عجالة اللي أحكي لكم، يعني في عندنا دور سياسي بالآخر، في عندنا دور سياسي ما عندناش، وزارة الأوقاف ليس لها دور سياسي، الأردن لها دور سياسي في القدس، طبعا لها دور سياسي في القدس، لها دور سياسي مش خدماتي فقط، لا انا بحكي عن الحكومه، اما انا هون اذا انت جايبني مشان احكي عن دور سياسي بدك تجيب وزير خارجيه، نعم بدك تجيب وزير خارجيه او ممثل عن وزاره الخارجيه، نعم، اما انا جاي هنا اخي الكريم احكي عن دور وزاره الاوقاف، طب تتواصل مع وزاره الخارجيه وتحيطها بكل الاقطار، طبعا كل يوم احنا في عندنا كتب رسميه بتطلع من الوزاره بناء على اخواننا، وبعدين يوميا اتصالات المدير العام للاوقاف القدس مع ساعات السفير في تل ابيب يوميا، نعم، وهناك مثل ما قلت لك انا يعني هناك امور يعني اتصال مباشر وباستمرار ما بين الوزارات المختلفة في هذه الحكومة، عرفت عليك؟ احنا ليش احنا انا بقول لا نجدد ذاتنا، لا نجدد ذاتنا اخي الكريم، في الهجمة الاخيرة ودت الاردن رسالة احتجاج للاسرائيلي ولا لا؟ كيف؟ في الهجمة الاخيرة ودت، نعم، تم استدعاء السفير الاسرائيلي الى مبنى وزارة الخارجية، نعم تم استدعاء السفير الاسرائيلي الى مبنى وزارة الخارجية، ضيفوه هو وايش عمل؟ والله ما بعرف ايش عملوا، انا لا اعلم ماذا حدث له، لكن انا بقول لك الان بتقدر تسأل أخي الكريم وزارة الخارجية، معلش أنا بقول لك يا ريت وزارة الخارجية لو أنا أتصل عليها بفكر أنه بدها تتجاوب معي، ليه؟ أعوذ بالله من المغضوب عليها. سبعة عبدال بري بدي أختي معك الآن. كيف بتشوف لي الآن يعني المشهد المستقبلي في ظل تزايد الاقتحامات مع الإصرار على أن ما يقدم الآن هو فقط شيء خدماتي في ظل غياب مشروع نهضوي عربي إسلامي؟ ستظل المدينة المقدسة تحت النار الإسرائيلية، نعم، لا الأردن ولا فلسطين فرادة طبعا ولا أي دولة عربية بشكل فردي ممكن تعمل شيء في القدس، نعم،
إذا كان في مشروع نهضوي عربي حقيقي لا ممكن أنه نحكي أنه بكرة ممكن يكون أحسن بكثير من اليوم ومن امبارح. بس شكرا جزيلا أستاذ عبد الله، بلشت معك بدي أختم معك. نعم نعم، آخر كلمة لك راح تكون يا سيدي أخي الكريم. إحنا أنا مثل ما حكيت لك الآن، في ظل وجود مشروع نهضوي عربي إسلامي لن نستطيع تحرك. طب في ظل هذا الواقع وعدم وجود هذا المشروع، تقوم الأردن حقيقة بقدر ما تستطيع بعمل واجبها تجاه القدس والمقدسات الإسلامية بها، سواء عن طريق وزارة الأوقاف أو عن طريق الوزارات الأخرى. وأنا بقول قفوا خلف القيادة، قفوا مع الحكومة، ادعموها، إن شاء الله إن شاء الله بيصير خير. شكرا جزيلا. وإلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة هذه الليلة من برنامجي حوار الاثنين، والذي ناقشنا فيها المسجد الأقصى والمقدسات في فلسطين بين الانتهاكات الإسرائيلية والوصاية الأردنية. أشكر ضيفي الكريمين في الأستوديو، المهندس عبد الله العبادي مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية، شكرا جزيلا باش مهندس، وأيضا الأستاذ عدنان برية الخبير في الصراعات الدولية والشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة من حوار اثنين جديد، أستودعكم الله.